لزميلنا امير هشام مع الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن اسامه، ولسه طبعا مستمرين من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره واجواء احتفال النادي الاهلي باللقب التاسع لبطوله دوري ابطال افريقيا. معايا احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي. يا استاذ محمد منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. في البدايه حابب ابارك لجمهور النادي الاهلي، للاعبين، للجهاز الفني سواء الحالي بقياده مستر موسيماني او بالمجلس او الفريق الجهاز السابق بقياده كابتن فايلر، لجنه التخطيط، كابتن محمود الخطيب. يعني البطوله دي بطوله كابتن محمود الخطيب، بذل مجهود غير عادي، تعرض لضغوط غير عاديه هو ومجلس الاداره، والحمد لله يعني قدرنا بفضل ربنا في الاول ثم روح لعيبه في الملعب احنا نتجاوز كده. وهدرك لفريق الزمالك يعني نهائي مصري، الحمد لله خرج بشكل كويس، والحمد لله الاهلي قدر يحسم البطوله اللي غايبه بقالها فتره. يعني صوتك رايح واضح جدا، فوصف لي احتفلت ازاي بهدف قفشه تحديدا وبالفوز بشكل عام. انا امبارح جيت بالليل هنا قالوا لي سجل، قلت لهم كان صوتي رايح بقى، فضلت اشرب في حاجات دلوقتي احسن. لا كانت فرحه، بطوله غايبه بقالها كتير، النادي الاهلي كان محتاج البطوله ديت، الشعب المصري في كل محافظات مصر بيحتفل بالبطوله ديت، جماهير النادي الاهلي في كل المحافظات كانت نزلت امبارح الشارع عشان تحتفل باللقب. يعني الفرحه دي كانت محتاجاها مصر وجمهور النادي الاهلي، يعني الحمد لله. بما ان انا معايا واحد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ودايما جمهور النادي الاهلي بيهمه انه يسمع اعضاء مجلس الاداره وازاي بيفكروا وفكرهم بيبقى ماشي ازاي وتحديات بيواجهوها ازاي وكلام من ده. خلال الفتره اللي فاتت دايما بيبقى في انتقادات، بيبقى في هجوم شويه على النادي الاهلي، وده بيبقى امر طبيعي في بعض الاحيان بما ان ده النادي الاهلي. انتوا بتواجهوا كل هذه الامور ازاي وتقدروا تتغلبوا عليها ازاي وتقدروا تثبتوا ان انتوا ماشيين بشكل كويس سواء كمجلس اداره او كمنظومه بشكل عام؟ يعني احنا بنحاول نتحرك على الارض، بنحب ان احنا دايما ما نردش على اي مهاترات، اي حاجات بتتم بنرد بشغلنا على الارض. احنا باصين للمستقبل، احنا عندنا النهارده بنحتفل بعد الاحتفال زي ما الكابتن الخطيب نقطه، وبكره عندنا تجهيزات لبطوله كاس مصر وبعدها السوبر الافريقي، وان شاء الله تواجدنا في كاس العالم للانديه يكون تواجد تنافسي يعني، وان شاء الله نحقق حاجه. يعني رسالة منك لأعضاء وجمهور النادي الأهلي، حابب تقول لهم إيه بعد بطولة كبيرة زي دي؟ حابب أقول لهم افرحوا بفريقكم، فريقكم بذل مجهود ضخم وصل لنهائي على مدار الأربع سنين اللي فاتت، وصل ثلاث مرات، الحمد لله ربنا كرمنا في المرة الثالثة، وإن شاء الله العاشرة إن شاء الله بنتمناها في النادي الأهلي. أشكرك حبيبي، أشكرك. أستاذ محمد